السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي معاد مناصر من مدينة بسليمان. يعني ديما حنا كنحطو هنا في محمدية، مدينة محمدية، يعني الرحبة ديما كنحطو في الرحبة وكنحطو في الكراجات، يعني مولفي كنحطو على ما يزيد من أكثر من 8 سنين، يزيد أكثر من 8 سنين، وعندنا الكيان الحمد لله، وديما الناس كيجيو كياخدو من عندنا وعارفين السلعة كيف دايرة، يعني السلعة نقية ومرقد نقي وكلشي كلشي زوين، يعني ثمن العلف راه باين، يعني عارف كلشي كلشي قدام عينيكم. وكاين انت المرقد راه من زعير والاصل ديالها هي من جبال اطلس، يعني من نواحي افران وازرو وتم حديد، معروفه السلعه ديال تم، يعني كتكون مع الشباب واكله مزيان، وحتى المذاق ديالك يكون زوين، يعني ما الانسان ما كيلقاش فيها شي مشكل ولا شي حاجه. معمر شي واحد لقى شي مشكل في شي اضحيه قدام عندنا لقى شي مشكل ولا شي حاجه، ديما كيعيد بخير وعلى خير. يعني اللي لقينا كيطلب بزاف هو هاد البرقيه، كتكون يعني مزيانه في السعر ديالها ومناسبه اللي بغى يشري، كتكون مناسبه ليه يعني من ناحيه الثمن وداك الشيء. ولكن هاد العام هذا راه كاين ارتفاع في اسعار في الحولي، زياده. الاسباب حساب سميتو حساب العلف زايد، يعني العلف زايد بزاف هاد العام، يعني طالع، يعني وصل السيكاليم وصلت 4000 و250 درهم للقنطار. بزاف الناس يقولوا بان هذا الموسم هذا كانت الشتاء الحمد لله كانت الخير، وبالرغم من ذلك الاراء على حساب وتين العلف كان غالي، يعني العلف كان غالي، وحتى المشره ديالي اصلا كانوا فاش شراوها كانت هي غاليه، باش يبيعوها كانت عاوتاني خاصهم يبيعوها غاليه، وعاد زيد عاوتاني ترونسبور، زيد عاوتاني يعني الخدامه، وزيد عاوتاني الكريه يعني غاليه. هادشي. مسألة أخرى، مواطن مغربي إلا بغى يشري مثلا شي حاجة مزيانة، شنو هي النصائح اللي ممكن توجد؟ يعني النصائح دابا الإنسان حساب علاش، حساب هو شنو كيميل، يعني النفس علاش كتميل، يعني كاين السردي راه زوين، ولكن كاين عاوتاني الثمن فيه، يعني 70 80 90، يعني الإنسان كتجي قاصحة، يعني كياخذ هاد البرقية هي زوينة، سليمة من العيوب، يعني حنا لقينا شي عيب راه كنردوه، ما كانش شي عيب راه كنبيعوه. يعني الانسان حنا عارفين هنا معروفين حنا محمدي هنا كنا نبيعوا سنوات، يعني البرقيه باش كياخذوها الناس الحبه بنين وكثيره، حتى ملي كتذبحها وداك الشيء كثيره كتولي كبيره تبارك الله، وحتى المذاق ديالها زوين، يعني ما فيهاش شي بنا اللي ممكن ياخذوا هاد البرقي هذا على حسب القدره الشرائيه. حنا الاعوام اللي فاتت العام اللي فات كنا كنبيعوا كدا 30 كدا 40 الغليظه، دابا هذه غليظه كنبيعوها دابا كدا 50 54، اصلا المشره ديالها غالي و 500 درهم زياده. دابا غادي ان شاء الله واحد السلعه اخرى يعني اقل منها شويه، زوينه نقيه ولكن ماشي اقل منها زعما رقيقه، يعني زوينه حتى هي وثمن منخفض، يعني كدا 40 كدا 30، يعني اللي بغى يشري راه في المستطاع ديالو يشري. 50 52 53، يعني ما كنفوتوش حنا ديما كنقادو مع الناس باش ما يكونوا معاهم مزيان، يعني اللي بغى يعيد راه هذا ثمن مناسب ليه، يعني هذه راه غليظه علاش حنا شادين فيها شويه الثمن، اما السلعه الاخرى غتكون اتقل تكون اقل منها في الثمن ان شاء الله. السلعه نقيه ومرقد نقي، وكاع الكنيان عارفنا الحمد لله، كاع الناس كتجي لنا،
يعني مازال غنزيدو السلعه ان شاء الله كلها غتمشي، يعني حتى حاجه ما كتبقاش. و والضمان عاوتاني كتبقى عاوتاني السلعه هنا، يعني اللي تبعت كتعزل هنا وكتبقى حتى النهار ليله العيد قبل العيد بنهار او يومين كيجي يسا كيدير الوضحيه ديالو، وكتبقى عندها العرف ديالها والماء ديالها، يعني ما كنقصوا لا عرف لا ما لا والو. ماشي كما كيديروا الناس الاخرين كيخلصوا الثمن ديال العالف وداك الشيء، انه راه كتبقى بحال كيسمعوا الكريا زعما، يعني حنا ما ديرناش هاد القضيه والحمد لله. هذيك اللي تعلمات اللي هي تباعت، يعني كانت وحده اخرى ولكن ردها واحد الناس اخرين على حساب سميتو اتساع ما كاينش عندنا هاد العام. حنا راه كنا الاعوام اللي فاتت كنا كنشدوا اتساع كبير، ولكن هاد العام شويه القضيه شويه مزيره، يعني خلوني هاد البلاصه هذه. اييه العيوب ديال سميتو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ديك العوره بين عوارها، يعني اللي عوره بين العوره ديالها، ديك زعما ان عوره بين انا ما كتشوفش ولا في طبعا في العين بيوضيه ولا شي حاجه بين عوره. والعرجاء بين عرجها، يعني اللي عرجه بين العروجيه ديالها، يعني ما كتوكلش عليها. والمريضه يعني اللي كتكون هزيله ما يعني ضعيفه بزاف، كاين العوراء والعرجاء والضعيفه والعرجاء، هادشي اللي كاين في الاوصاف، كاين اربعه الاوصاف. وهذاك اللي كيلقاو عندنا عندها فوله وحده ولا لانها يعني الديل ديالها ناقص ولا كيلقاها يعني شي كرون ناقص شي حاجه، هذاك ماشي ما كيتسماش عيب، حتى الوسيسه ما كيتسماش عيب، يعني حنا كيخرج لنا فيه العر بزاف هذاك الوسيس بزاف، ولكن هذا ما كيتسماش عيب في حد ذاته، كيتسماش عيب. العيب هو اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذه عار من الكماليات. الناس ما كيبغيش كيكون انه كيبغي كيشتهي انه يكون الحولي ديالو كامل زعما ما فيه حتى شي حاجه. والحمد لله. على حساب كاين الكسابه كاين عاوتاني فات، كاين اللي كيغش كاين اللي عاوتاني على حساب. حنا راه كنجيو يعني حنا البيع ديالنا كتجي الانسان كيجي كيدخل كيقلب على راسه بالذوق اللي بغى، يعني حنا ما كنشدو ما كنشنقو ما حتى حاجه. كاينين شي وحدين اخرين يقدر يكونوا كيديروا القضيه هذه، يهزوا الحولي بينوه مزيان زعما يبان زعما راه عالي وواضح. بالنسبه للملحات يشربوا الملح باش ينفخر باش يجي السوق يبيعوا هو من فوق. كاينين هذوك الكسابه الغشاشه اللي كيوكلوا البصقه حاشاك، يعني دابا كنا حنا ماكلين البصقه غتدخل غتشم الريحه، فهمتي؟ يعني حنا ماكلوش بصقه، كاين عر الدرا والسكانين والشعيره. هو الشعير كيبان لكم هنا قدامكم، هادي محطوطين العرف هنا، يعني هاد السكانين راه غالي، والشعير والدرا صافي. وكنديروا بعض المرات الصوجه وتخليطه باينه وواضحه، وحتى الفرينه هي كنزيدوها معاه، اما شي حاجه اخرى ما كايناش. حولي كيطلع صافي، يعني تسمين صافي، والانسان كيدي حولي ديالو سمين. هذه اشاره اللي تشدنا الموقع في اللي كتبيع انت باش اللي بغى يجي. اييه مرحبا، هذاك الموقع ديالنا حنا في محمديه، يعني رحبه المحمديه الحسنيه جوج، يعني انسان كيجي هنا الرحبه راه معروفه، اي واحد يسول على الرحبه حسنيه جوج يقصدوها. حنا كنكونوا ديما على الدخله ديال الباب كنكونوا حنا الاولين. يعني اللي بغى يجي يتقدى مرحبا به، تهلاو فيه ونقادو معاه الثمن المناسب، وغادي ان شاء الله غادي يخلي حولي ديالو هنا ان شاء الله حتى العيد، يقرب العيد ان شاء الله ويديه. وزاره وصحاب لونسا يعني كيكون شي مراقب، ها هي كتلقى فيها عيد الاضحى، ها هي مكتوبه هنا، يعني هادشي مراقب ومقاد، ما كاين حتى شي عيب ما كاين حتى شي حاجه. وكيكون هذاك الشيء كيكون مداوي مقاد فاكسي كلشي مقاد. وكون هذا الرقم هذا السير هذا اللي تحت هو اللي كيشدوا عليه، كيشدوا عليه الكسابه، يعني كيبقاو كيكتب لك الرقم ديال الحولي كيعطيه لك، وكنديروا بون كنعطيوه ليه ثمن ثمن والدفع والباقي، يعني باش ملي كيجي كيدي الحولي ديالو كيديه كيعطيك هذاك البون فيه الرقم ديال الحولي والثمن والدفع، وكلهم اسنان الحليب لاحظتي شي وسيل كيقلبوا كامل، يعني كيلقى فيه تعيب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.